يلبس التاريخ في آذان رمال البادية ويخبرها عن أناس عاشوا فيها وتركوا مخزوناً أدبياً غنياً، فيتمايل سعف النخيل مع الرياح ويصغي هو بدوره إلى ما يقوله التاريخ خلال حقبة ما قبل النفط. وهنا في صحراء الإمارات العربية المتحدة عاش أناس أحبوا الأدب والشعر وأولوه جل اهتمامهم، سواء كان باللهجة العامية أو باللغة العربية الفصيحة. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في برنامج ضوء وظل، البرنامج الذي يسرنا فيه الحديث عن الأدب بجميع فنونه وبجميع أنواعه، وعن كتاب مشهورين وكتاب كذلك على طريق الشهرة، لنلقي الضوء على أعمالهم وطموحاتهم. فعجلة الزمان لا تتوقف، وهي دائما تجود بأدباء يافعين سيتركون بصمة كما ترك من سبقهم. انتشرت في الإمارات مجالس الشعر والأدب، وحظيت هذه المجالس باهتمام جميع الشعراء وأدباء ذاك الزمان، وكان لهذه المجالس سمات معينة، فمنشئيها في الأصل شعراء وأدباء، وهي بذلك تتسم بالتجانس الثقافي والميول المشتركة بين الموجودين، وكان يتم فيها تداول أحداث وأحدث القصائد والردود، وغالبا ما تكون قصائد نبطية، وكانوا يحرصون على تدوين القصائد والمسجلات الشعرية خوفا عليها من الضياع والنسيان. وكم هو جميل أن تنتقل هذه العادة مع الأجيال إلى يومنا هذا، فتشهد الإمارات حالياً العديد من الصالونات الأدبية التي يحييها المهتمين بالأدب على مختلف أنواعه. فهنا في الإمارات على سبيل المثال، لا على الحصر، صالون الملتقى ومجلس الفكر وصالون بحر الثقافة ونادي أصدقاء نوبل والصالون المتجول، وهذا لا يخفى على أحد، صالون أدبي الذي أسسته الأديبة الإماراتية كلثم عبد الله منذ عام 2002، والذي يتخذ من ندوة الثقافة والعلوم بدبي مقراً له. ويجمع هذا الصالون الأدبي أدباء وشعراء من إعلاميين من مختلف الجنسيات، بالإضافة لقيامه بدعوة عامة تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى، والهدف الأساسي تبادل الثقافات والمعارف حول حوار شيق ومفيد. مشاهدينا، دعونا الآن ننتقل إلى هذا الاستطلاع لنسأل الناس عن أحد شعراء بلادي، ولنا عودة. حياكم الله مشاهدينا، ويا مرحبا بكم معنا في برنامج ضوء وظل اللي بناخذكم اليوم فيه بجولة ثقافية نتعرف من خلالها على شخصية من الشخصيات المهمة، ونعرف هل الجمهور يعرف هذه الشخصية ولا لا، والسؤال بيكون من هي فتاة العرب؟ خلونا نتعرف مع بعض. فتاة العرب عوشية بن خليفة السويدي من إمارة العين، وبدأت كتابة الشعر وعمرها 12 سنة. أنا سمعت عن الاسم ده قبل كده بس ما أعرفش من اسمه. سمعت إنها شاعرة وكاتبة بس ما أعرف شيء عنها. هي شاعرة بدأت كتابة الشعر من عمرها 12 سنة من مدينة العين. هي عوشة بنت خليفة السويدي، ولدت في إمارة العين في أبو ظبي. بدأت في كتابة الشعر وكان عمرها حوالي 12 سنة. هذه من هي فتاة العرب؟ أنا بيني بينك سمعت عنها بس ما أعرفها، اسمح لي يعني. فتاة العرب لقب للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، تربت وترعرعت في مدينة العين وبدأت في كتابة الشعر منذ كان عمرها 12 عام. إذا مشاهدينا نرجع للاستديو لنستكمل باقي فقراتنا في برنامج ضوء وظل، إلى اللقاء. نشكر الزميل وديع على هذا الاستطلاع، وبالفعل كانت الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي تنشر أشعارها تحت اسم مستعار، وهو فتاة الخليج، إلى أن أطلق عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي اسم فتاة العرب. نشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات والدواوين المسموعة، واعتزلت الشاعرة الشعر في التسعينيات، إلا أنها ما زالت راسخة في عقول الإماراتيين حتى يومنا هذا.
هي مهندسة تعشق المطالعة وتجد فيها سكينة للروح. طموحها الدائم أن تصبح كاتبة إماراتية مميزة، جاد قلمها في كتاب طاقة المكان والشفاء الذاتي للجسد والروح ودليل العلاقات العاطفية وثلاثون خطوة للسعادة. دعونا نرحب بالكاتبة الإماراتية بشاير حسن المنصوري لنخوض معها تجربة حوار جميل مع بشاير. مساك الله بالخير بشاير. مساء النور حبيبتي، شاكرتش الاستضافة وسعيدة بلقائك. عزيزتي بشاير، دائما نستضيف بشاير وكل مرة لديها في جعبتها كتاب جميل وعنوان رائع يختلف في مضمونه، وكذلك الجميل فيه بأنه ينمي إن كان تنمية بشرية أو إن كان التنمية الذاتية في دواخلنا. إذن هذه المرة سوف نتحدث عن وليدك الثقافي الجديد، الشفاء الذاتي للجسد والروح. إذن هذا الوليد كان من نتاج معرض الشرق الدولي للكتاب لعام 2018 أعتقد. أعتقد أن كيف أن نكتشف القدرة الكامنة في أجسادنا وأن تكون الطاقة هي الملهمة حتى أن نعرف مواضع الألم ومواضع السلبية والإيجابية. بداية تكلمت عن مراكز الطاقة في الجسم، لأن حقيقة كلنا ما نعرف أنه ممكن لأي شخص يشفي نفسه بنفسه. فتكلمت أول شيء عن مراكز الطاقة بالجسم. يمكن المشاهدين ما يعرفون شو مراكز الطاقة أو الشاكراز للجسم. هي بتكون مراكز طاقة موزعة على طول العمود الفقري للإنسان. نعم، إذا تفضلتي عفوا بشاير بأن الشاكرات هل فيها مصطلح مثلا مرافق باللغة العربية؟ هي مراكز الطاقة بتكون. مراكز الطاقة، يعني إذا ملخص الموضوع، إذا دخلتي غرفة مثلا وحسيتي بنفور من شخص فبتكون طاقته سلبية. أو إذا بالعكس دخلتي لغرفة وحسيتي الأشخاص مريحين بتحسين براحة، معناتها الأشخاص طاقتهم إيجابية. نعم. فالطاقة السلبية يعني طاقة مريضة. فنحن بهالكتاب تكلمت عن طرق معالجة الطاقة، كل إنسان يقدر يعالج طاقته يحولها من إيجابية لسلبية. مراكز الطاقة أو الشاكراز هي مختلفة عن هالة الإنسان أو المفهوم اللي نحن عارفينه، الهالة اللي هي الجسم اللي يحيط الإنسان. جميل. أو طاقته. متى ما أنا اخترقتها يعني هي تبعد تقريبا قدم عن الإنسان. متى ما أنا اخترقت الهالة راح أأثر عليش بالإجابة أو السلب. مراكز الطاقة هي اللي تولد الطاقة بالجسم، يعني هي تفعل الطاقة تحركها وتمررها الجسم كامل. فأنا تكلمت في الفصل الأول عن الطاقة، مفهوم الطاقة، عن مراكز الطاقة وكيف نعالج كل شاكرا أو كل مركز طاقة على حدة. نعم، إذن أعتقد أن نبحث وأن ندخل في كتاب أو مؤلف جديد بأن نتكلم عن ربما في هذا علم يعتبر، وأن نكون على دراية تامة بأهمية مراكز الطاقة في جسم الإنسان وكيف هذه الأمور تجعل من هذا الإنسان أكثر يبدع في حياته وأن يكون إنسان فاهم خريطة جسمه، لأن لكل إنسان خريطة للجسم من أصابع القدم إلى حتى آخر شعرة في الرأس، يعني أعتقد هذا الأمر. أي، والفن الصيني طبعا العلاج بالإبر الصينية مشابه، وفي تقريبا 400 نقطة في الجسم عن طريق الإبر الصينية نحن نحفز هالنقاط. نعم. ومراكز الطاقة. نعم. الطاقة باختصار جاية من عدة مصادر، الشمس، الماء، الهواء. فنحن حتى نقدر بدون ما يعني شرحت هالشيء بمصادر الطاقة، حتى لو شربنا ماء نظيف هذا يعتبر طاقة إيجابية، أشعة الشمس اللي هي بتعطينا فيتامين دي هاي طاقة إيجابية، الهواء النظيف اللي نتنفسه أيضا طاقة إيجابية. الجميل في هذا الكتاب في همسات، يعني همسة لو توجد مصادفات في الكون جميع الرسائل التي سوف تقرؤوها في فواصل هذا الكتاب هي رسائل من الكون لك، فقرأ بتمهل وبتمعن. أهمية التمهل والتمعن أعتقد هي علاج كذلك في مراكز الطاقة. أنا حطيتها كبداية في الكتاب لأن في وايد ناس تقرأ مواضيعي في الكتب أو في الإنستغرام تقولي إن حسيت الموضوع مخصص يعني يب وقته. نعم. تعاني من مشكلة فهالكتاب يعني متى ما قريتي أو فتشيتي أي صفحة فبتكون هاي رسالة لك أنت، كنتي محتاجة هالمعلومة لحياتك وإن شاء الله تستفيدين منها. جميل. إذا بالنسبة للكتاب كذلك هي كأنها ومضات، لاحظ فيها همسات ومضات، يعني هذه الومضات يعني بين صفحة والأخرى نرى فيها عنوان معين بعد تتشعبين في هذا العنوان وتفصيلين بتفصيل تفصيل أكثر يعني واضح حتى يسهل على من يقرأ هذا الكتاب يعرف مكان من القوة ومراكز القوة. كذلك أتيتي لتجارب عالمية من اليابان وتجارب صينية أعتقد في هذا الكتاب. كلمينا في مثل هذه التجارب إن كانت من خلال اليوغا ومن خلال بعض الأمور التي تؤخذ في مراكز الطاقة. حطيت تجربة العالم مسارو إيموتو
وعلم ياباني، تجربة وايد بسيطة حتى نقدر نحن نسويها في البيت. بس هو تجربته أنه حط علب ماي، ماي هي اللي في العلب البلاستيكية، وكتب عليه عبارات. فلاحظ هو بعد فترة يعني كتب عبارة مثلا I love you أو أحبك، وعبارة ثانية I hate you. فلاحظ بعد أسبوعين أن بلورات الماي تشكلت على حسب الكلمة اللي انحطت على العلبة. يعني I love you تشكلت كأنها clear crystal أو بلورات وايد نظيفة، والعكس الكلمات السلبية تشكلت كأنها يعني بلورات جدا منفرة. وبما أن نحن 70% أو أكثر من الماي، فطبيعي نفس ما الماي تأثر أجسادنا تتأثر بالكلمات الإيجابية والسلبية. إذن هذا الأمر مشابه في الحياة الإسلامية والثقافة الإسلامية عند موضوع القراءة بالقرآن الكريم، وكيف أنها بالفعل تغير من يعني تغير من الحالة أو المزاج اللي فيه هذا الإنسان، ربما تكون في علاج أمراض معينة وأشياء معينة تأخذ من الناحية الإسلامية. تكلمت في الفصل من الفصول عن القرآن الكريم وطريقته في العلاج. طبعا في وايد تجارب سووها العلماء الأجانب المش مسلمين على عدة مرضى، إن خلوهم وكان من ضمنهم مرضى السرطان أو الكانسر، خلوهم يستمعون للقرآن الكريم ومقاطع صوتية من القرآن الكريم، ولاحظوا بعد فترة أن وضعهم الطبي استقر. عموما أي صوت حتى الموسيقى الهادية أو الكلاسيكية أو أي شيء ممكن يغير ترددات الغرفة من الترددات المنخفضة للترددات العالية، والترددات العالية دائما تعني طاقة إيجابية. نعم، إذا الترددات العالية طاقة إيجابية والترددات المنخفضة طاقة سلبية. إن شاء الله تكون حياتنا دائما فيها إيجابية وتردداتها عالية دائما. إذا كذلك بالنسبة لكتابك 30 خطوة للسعادة، كان كتاب جمعت فيه الحقيقة في مجموعة من النصائح بأسلوب جميل هادئ سلس. هذه كانت البداية معك في الدخول في غمار الكتابة بشاير. 30 خطوة للسعادة اعتبرها بداية، كتاب وايد مختصر ممكن تخلصينه بنص ساعة لو عطيتي يعني وقتك. كان بداية لعدة أفكار حبيت أطرحها، يعني كل الأفكار اللي الكتب هذه كلها مطروحة في 30 خطوة للسعادة. تكلمت عن اليوغا وهو الكتاب الخامس بيكون في 30 خطوة للسعادة، فكل موضوع من هالمواضيع اللي طرحتها موجود في 30 خطوة للسعادة. بديت الكتاب في تكلمت عن العقل الباطن وهو العقل اللاواعي بالإنسان، لأن كنا نعرف أن عندنا عقل واعي وعندنا عقل غير واعي. فالعقل الغير واعي اللي هو مسؤول عن الشفاء الذاتي للجسد، وتكلمت أنه ممكن نبرمج أي فكرة في الكون لصالحنا وممكن نغير مستقبلنا من صحتنا من وضعنا المادي والآخري. فهذه خطوة للسعادة كان مقدمة لكل شيء راح أطرحه بعدين. بشاير، لاحظت أن أنت كاتبة إماراتية شابة ما شاء الله عليك، مهندسة، لديك يعني ما شاء الله مشاغل في الحياة، أمور ربما مهنية مختلفة تماما كل الاختلاف عن الكتابة، لكن أنت نميتي موهبة الكتابة لديك وأصبحت الكتابة أعتقد ربما أقولها شبه بموضوع النفق عندما الشخص يبحر أو يعني يغوص في هذا المكان أو في يعني يبدع ما لديه، يخرج ما لديه من إبداع. إذا هذه المؤلفات والكتب جميعها تصب في موضوع التنمية الذاتية والتنمية البشرية وكيف نجعل أجسامنا صحيحة بعافية بأمور علاجية. أكيد أن الشخص لما يتخذ هذه الخطوة في كتاباته أعتقد أنه بالفعل دارس هذا الشيء، وأنه هذا اللي عارفه أن بشاير بالفعل لديها شهادات في هذا الصدد. أكيد خط قبل ما أطرح أي شيء أنا أحب أدرسه أول، فأنا عندي أكيد شهادات من مركز برانك هيلينج سنتر في دبي، ويعني خط كورسات لحتى وصلت أو استوعبت أنا شو قاعدة أتكلم عنه. وأيضا يعني بهالشيء خلاني أعالج نفسي، ف لما حسيت الشيء فادني فحبيت في أفيد فيه غيري بطرق طبعا متاحة للجميع بس مشكلة واعين فيها. نعم، إذا بشاير الحوار جميل جدا معك، لكن الآن نذهب مشاهدي الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعد هذا الفصل نكمل ما تبقى من برنامج ضوء وظل. ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا الفاصل لنكمل مع ضيفتنا الكاتبة الإماراتية بشاير حسن المنصوري حول مؤلفاتها وكتبها التي ألفتها في التنمية البشرية. إذن بشاير، بالنسبة للكتب الحقيقة وبالنسبة لهذا التأليف، أعتقد بأن ما شاء الله خمس مؤلفات ألفتي تقريباً
أربعة والخامس ما شاء الله ماشية فيه. إذا في تقريبا كم عام هذا كان التأليف كله؟ من 2000 نهاية 2016 تقريبا. من نهاية 2016 إلى ما شاء الله الآن في 2019 قاعدة 2000. إذا أعتقد ما شاء الله عناوين. هل تعتقدين مثلا عندما يكون الكاتب يعني يصدر هذه العناوين هل تظلم الكاتب وتظلم مؤلف عن مؤلف آخر؟ لا بالعكس، على حسب، لو ما كان في إقبال ما كنت أبدا بكمل، بس الإقبال وايد حلو وايد كبير، فالشيء وايد شجعني إني أكمل. بالنسبة لمعارض الكتب، دائما معارض الكتب في أي مكان في العالم هي عبارة عن ملتقى بين الكاتب وبين القارئ. هنا القارئ يتعرف على هذا الكاتب، ربما يحظى بتوقيع لهذا الكاتب. إذا ماذا تعني لك معارض الكتب التي تقام بشكل عام في دولة الإمارات؟ هي بالنسبة لي دعم معنوي أول شيء كبير، يكفي دعم حكومتنا الرشيدة المعرض، ونلتقي فيه بوايد كتاب وأسامي وايد مشهورة، وفرصة حلوة للقراء أيضا يتعرفون على شخصية الكاتب، ممكن حتى ما يكونون يعرفون عن مؤلفاته شيء. نعم. يعني يستكشفون خيارات ثانية، ممكن هم يحبون مثلا كتب الدراما والأكشن، يشوفون كاتب مثلا يغيرون رأيهم يتجهون لكتب ثانية مثلا، يستشف من خلال هذه الملتقيات هذا الكاتب، يتعرف على نوعية كتب أخرى ممكن هم مش منتبه لها ومحتاجينها. في عوائق تصيب الكاتب خلال كتابة أي كتاب أو حتى خلال نشر مثلا، في حال مثلا نشر طبع هذا الكتاب لكن في موضوع التسويق لهذا الكتاب، هل هناك عوائق قد تأتي لهذا الكاتب قبل الكتابة؟ هو بتكون يعني بشفافية، مثلا مشكلة مادية بتكون. نعم. يعني شركة النشر تطلب مبلغ خيالي للنشر، ممكن مش متوفر، ممكن الكاتب يكون بعده في مرحلة الدراسة. أيوة. وما له دخل ثابت، يعني أول عائق بالنسبة للكاتب ككاتب إماراتي أو كاتب بشكل عام. نعم. وبالنسبة للأرباح للكتاب بتكون نسبة قليلة مقارنة بالمبلغ اللي تطلبه دور النشر. نعم. مش كل دور النشر طبعا، الأغلبية. نعم. فأول عائق بيكون العائق المادي، فمحتاجين دعم مادي الكتاب وخاصة الشباب. ثاني مشكلة أو يصادفها الكاتب، ممكن ما تكون عنده حصيلة لغوية وايد، فكتابة ما يلاقي الإقبال أو الاعتماد للنشر، فممكن يستعين أيضا بكتاب في نفس المجال أو مجال ثاني ويستفيد منهم. إذن هذه هي عوائق التي قد تأتي وتكون مطب لهذا الكاتب. أعتقد في بالنسبة للكتاب في هموم أخرى، فيهم أخرى تخص الكاتب؟ بالنسبة لي ما في شيء. ما في شيء. نعم. بالنسبة لمحيط العائلة والمحيط الأسرة، أعتقد هم داعم أساسي اللي يعرفه بشاير. وكذلك بالنسبة للمحيط الوظيفي، مثل ما ذكرت بأنت مهندسة ومختلفة تماماً عن مجال الكتابة، كيف صار هذا التوفيق بين الكتابة وبين مجال عملك؟ أكيد عائلتي، أمي، زوجي هم الدعم الأول لي أكيد، ولو لهم ما تم إصدار ولا إصدار من هالكتب. ويعني أنا فاصلة الهندسة أو حياتي المهنية عن يعني الكتابة. وأنا أنصح كل موظفة أو كل أنثى أنها تفصل، أنها تكون عندها حياتها المهنية يعني شيء، واللي تحب تشتغله شيء ثاني، أما يكون عندك بزنس، أما تكتبين أو شيء ثاني. لأن لو ركزتي على الشغل ويعني لا سمح الله ياك إحباط أو ما حصلتي ترقية الفلانية أو مديرك ما قدرك، فأنت راح تحسين أنه أوكي يعني. اما لو كان عندك اوبشن ثاني او خيار ثاني ممكن تحبينه، ها بيكون متنفس لك انت. نعم. دائما هناك كتاب يعني ياتون تحت مدارس ادبيه، هناك الادب الانجليزي، الادب الامريكي، الادب اليوناني، الادب حتى العربي الحقيقه يعني. فبشاير، هل تندرج تحت مظله ادب معين؟ انا بشكل عام كل شيء احب، روايات المترجمه وايد، واحب كتب نجيب محفوظ. نعم. ثلاثياته وكل كتبه بصراحه. نعم. اذا بالنسبه لهذه الثلاثيات الخاصه بنجيب محفوظ، دائما نجيب محفوظ هناك من يستهوي الكتابه العربيه، ونجيب محفوظ من الاقلام ومن اعلام الكتابه في العالم العربي والعصر الحديث الحقيقه، لكن كيف لنا بان نكون نحن كتاب نصل إلى مستوى هؤلاء الكتاب والأعلام في عالم الكتابة؟ أول شيء نجيب محفوظ هو عبقري. نعم. لأن نقل بثلاثيته اللي هي من ضمنها كفاح طيبة وغيرها، نقل حقبة من التاريخ اللي هي مصر القديمة. نعم. أو عصر الفراعنة طبعا، وتكلم عن فرعون وقصة سيدنا موسى وغيره، فنقل شيء خلانا نتخيل شو كان بهالزمن. هاي كانت العبقرية، أن أنت تقدرين تتخيلين بهذاك الزمن وتتصورين كيف كانت حياتهم. فأول شيء إن الواحد يقرأ قد ما يقدر، كل ما قريتي كل ما حصلتي كم أفكار،
فالواحد مستحيل طبعا يألف من يعني يقرأ كتاب واحد بعدين يألف، فلازم تقرين، لازم تستعينين بكتاب بنقاد وتستشيرين، تستشير الناس، أنا كتبت الكتاب الفلاني ممكن تطلعون عليه شو رأيكم، شو بتحسين يعني، هل في إقبال أو بتحسين لا ممكن أطور في نفسي أكثر. نعم. بالنسبة للنقد، النقد الحقيقة محطة محطة تشجع الكاتب بأن يكمل في هذا، أسميه صراحة معترك، لأن عالم الكتابة معترك. أنت كيف تثبت للقارئ الذي يقرأ كتابك ويعني يضع ساعات وقته ووقته الثمين الحقيقة، أنت كيف تجذب هذا القارئ حتى يكمل من جلدة الكتاب إلى نهاية الكتاب، من الجلدة إلى الجلدة، كيف تكون تكسبه وما يعني يكون في علاقة بينك وبين القارئ؟ كيف لنا بأن نكون نحن ككتاب نحصل على الوقت الثمين بالنسبة للقارئ؟ بس أنا ضد أن الواحد يعني إذا بدأ كتاب بدأ قراية أن ما عجبك الكتاب خلاص يعني أنهي القراية، ولا بتكرهين القراية بشكل عام. أكيد. فلو بديتي في كتاب وما عجبك فما أنصحش تكملين فيه من الأساس. نعم. فهي نصيحتي لكل القراء عموما. نعم. بشاير، دائما في برنامج ضوء ظل لدينا استطلاع للرأي في الشارع العام الحقيقة حول عنوان معين، فاليوم استطلعنا في سؤال معين، ما أفضل كتاب قرأته؟ فلنتابع هذا الاستطلاع. أفضل كتاب قرأته كان عن كيفية التعلم ونشر التعليم والثقافة بين الأطفال. أفضل كتاب، ما فيش أفضل من السيرة النبوية طبعا. أفضل كتاب للشيخ سلطان، هو شعر وكله شعر. داغما. أفضل كتاب لي هو يوما ما. كتاب اسمه وندر، وكتاب حلو كتير. عدنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا الاستطلاع الخاص برأي الشارع حول أفضل كتاب قرأوه. إذن بشاير، اليوم في هذه الحلقة من ضوء ظل سلطنا الضوء على مؤلفات بشاير حسن المنصوري وكيف خاضت التجارب في التنمية الذاتية. إذن قبل أن ننهي هذا الحوار معك، وهل هناك من بعض التوصيات التي توصيها إلى الكتاب الجدد في مجال الكتابة؟ أول توصية أنه يكتبوا من قلب وبشفافية بدون تقليد الآخرين، لأن أشوف وايد في كتب مشابهة لكتب ثانية، فكونوا نفسكم، هاي هي نصيحتي الوحيدة. إذن أن يكون الشخص نفس نفسه. بالضبط. مشاهدينا، كتاب ننصح بقراءته اليوم، اختنا لكم كتاب ذا قيمة كبيرة، هو كتاب التجارة في الإمارات قديما، كتاب من تأليف عبد الله سليمان المغني النقبي والصادر عن مركز الشارقة للوثائق والبحوث، حيث يتضمن دراسة تاريخية لملامح التجارة في الإمارات منذ بداية القرن العشرين وحتى قيام الاتحاد في عام 1971 ميلادي، حيث يتضمن هذا الكتاب 10 فصول نذكر منها الحركة التجارية في منطقة الخليج العربي والإمارات من القرن 16 وحتى مطلع القرن 20، والغوص على اللؤلؤ والأوضاع التجارية في الإمارات ما بين الحربين العالميتين، وغيرها من الفصول المفيدة والقيمة، وواجب على كل إماراتي معرفة هذه المعلومات الخاصة في هذا المؤلف. إذن بشاير لتش، كل الشكر على تواجد اليوم معنا في برنامج ضوء وظل، سعيدين بهذا التواجد وسعيدين بأن تكوني معنا ضيفة دائمة بالحقيقة، ضيفة دائمة معنا في برامج قناة الشرقية من قلباء، وضيفة مرحب بها دائما عبر هذه الشاشة الجميلة. شكرا لتش. شكرا لتش. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نصيحة اليوم من برنامج ضوء وظل، فلنتابعها. يقال أن القراءة غذاء للروح، فلا يوجد مطلقا شخص يعيش حياته بين الكتب ويتخذ من القراءة عادة يومية، إلا ونجده يمتلك عقلية فذة تستطيع المحاورة في جميع الأمور دون تعصب أو غضب، فإذا أكثروا من مجالسة الكتاب. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة، ويتجدد اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة من برنامج ضوء وظل. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم بخير، مع السلامة.